إذن اليوم هيئة مساندة عمر راد وسليمان ريسوني ومنجيب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب دعات إلى وقفة سلمية وفي إطار كافة الإجراءات اللي كتقام من أجل الوقاية من الوباء، ورغم ذلك كان هناك منع همجي، منع قمعي يعني تعسفي، نفس التعسف اللي اليوم كنتعرضوا ليه هو تعسف كتعرضوا ليه العديد من الوقفات في هذا المكان. واليوم حنا كنأكدوا بأن عمر راضي وسليمان الريسوني وضعيتهم الصحية في خطر، حياتهم في خطر، لأن اليوم أكثر من أسبوع، أكثر من 8 أيام ديال الإضراب، وما صحتهم أصلا متدهورة، وشهور ديال السجن أدت بهم إلى التدهور أكثر ديال الصحة ديالهم. ولهذا نحمل كافة الأجهزة اللي وضع هذين الصحفيين في السجن، كنحملهم المسؤولية فيما قد يترتب من أضرار على حياة أو صحة هذين المعتقلين، معتقلي الرأي. وكنأكد اليوم أن اعتقالهم تعسفي ظالم لا ينبني على أي مبرر قانوني، وأننا نطالب وسنستمر نطالب بالحرية لهذين المعتقلين، وسنستمر نناضل من أجل بلد ينتفي فيه الاعتقال التعسفي، ينتفي فيه الاعتقال الظالم، وينتفي فيه الاستبداد والفساد، وسنستمر نناضل من أجل بلد ديمقراطي وحقوق الإنسان.